الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أخرج الحاكم في مستدركه بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الأمم الذين خلوا قبلهم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء
ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وفي لفظ فيستبيح بيضتهم ويأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا من ذلك، وفي لفظ ويتحروا ذلك، إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، هذا حديث عظيم، وهو مشاهد على أرض الواقع، فإنما تضمنه هذا الحديث هو حاصل بين العباد لا محالة. وأنت ترى كثيرا من الناس الآن يئنون من فشو الأمراض وانقراض الأعراض وحصول القحط والجذب وحصول الفتن عليهم وتسلط الأعداء عليهم وحصول البأس بين فيما بينهم وغير ذلك مما في الحديث. وما ذلك إلا من دلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق خبره. فإنما يحصل في الناس من الأمراض الفتاكة والفتن الهدامة والشرور الملتهبة في أوساطهم ذلك كله بسبب الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فكل من هلك فيما مضى ومن يهلك فيما بعد سبب هلاكه وسبب زواله وسبب إطاحته وانهدامه هي الذنوب. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عددا من الأمم: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه الآونة انتشرت في الناس أمراض مستعصية يعجز عنها الأطباء، بل تلتهم الأطباء فضلا عن غيرهم. وهذه الأمراض لا شك أنها بسبب فشو الفساد في الناس، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، أي تحصل المجاهرة بها والفساد علنا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الأمم الماضية التي مضت قبلهم. ما كان الناس يعرفون مرض الإيدز ولا مرض السيلان ولا مرض كورانا ولا هذه الأمراض التي الآن الناس ترجف أفئدتهم، دول ترجف أفئدتهم من هذه الأمراض الهدامة ما استطاعوا مقاومتها. إنه حرب الله. فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
فكم ترى من الصالحين يحاربون، وكم ترى من المؤمنين يقتلون، وكم ترى من المظلومين يؤسرون، وكم ترى من الشباب والشابات يفتنون، إنه حرب الله. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا تستبعد رب العالمين في دعائك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما إن اعتدى الصين على بعض المسلمين حتى سلط الله عليهم مرض، فقتل هذا المرض أضعاف ما قتلوا، وأرعبهم وأخلى ديارهم وجعل في قلوبهم الرعب والذر. إنه حرب الله بسبب فشو الفواحش والفساد والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا أي ما تتقون الربا فأذنوا، أي اعلموا وانتظروا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا نزل حرب الله سبحانه وتعالى ونقمة الله على العباد هلك فيها الصالح وغيره، هلك فيها الفاجر وغيره. ففي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، قام ليلة من الليالي وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ولكن مع ذلك إن هلك الصالحون مع المجرمين فإنهم يبعثون على نياتهم عند الله عز وجل، ليسوا على حد سواء يوم القيامة. في الدنيا قد يهلك الكل، ولكن في الآخرة يتفاوتون، ولكل درجات ما عملوا. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخصف جيش يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم ومن أصحاب الأسواق وغير ذلك سواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيا معشر المسلمين، رفقا بأنفسكم بعدا عن المعاصي والذنوب والفساد والفتن والشرور، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، إنما تلحظونه وترونه في البر والبحر من فساد الأجسام وحصول الأمراض والأسقام وغلاء الأسعار وحصول الفتن والدمار، هو بسبب ما تزنيه الأيدي وتكتسبه الأيدي. قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الفساد المذكور في الآية فسره أهل العلم بفساد الصحة وفساد الأرزاق وفساد الأمن وضياع الأوقات وما إلى ذلك مما يحصل في الدنيا وتنغص به الحياة وتزلزل به الأقدام ويسقط بسببه الأمن وغير ذلك من الأمور من الأضرار والأخطار، كل ذلك ليذيقهم بعض الذي عملوا. كيف لو أذاق الله الأمة كل الذي عملوه لهلكوا،
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن مما يهلك الناس لهو التنافس على الدنيا, تنافس على الدنيا والتنافس على المناصب والتنافس على الكراسي, وغاية ما في ذلك زخرفا من القول, زخرف الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما حين صلى الصبح فالتفت فإذا أصحابه وراءه قد أتوا يصلون خلفه من منازلهم ومن بيوتهم البعيدة, قال أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يتركم, والله ما الفقر أخشى عليكم لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وها أنتم ترون بأعينكم معشر المسلمين كيف يتهالك الناس من أجلها, وفي آخر الزمان يحتر البحر عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 1999 كلهم يريد هذا ولا يصل إليه أحد حتى يهلكوا جميعا. هذه فتنة, هذه هلكة الناس. إنما ترونه وتلحظونه من الأمراض والفتن والأسقام وغير ذلك لهو بسبب البعد عن كتاب الله وتطبيق شريعة الله وعدم امتثال هدي الله. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أعرض عن ذكر الله في هذه الدنيا يذيقه الله ضنك العيش, ومعلوم عند الناس كلمة الضنك, حتى هناك حمى يسأل قال لها حمى الضنك أي عيشا نكدا وحالة تعسة, كل ذلك بالإعراض عن كتاب الله عز وجل وعدم إقامة شرعه, وهكذا بالإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا, ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومعنى ذلك أن عمل أن الناس تارة يكون الإنسان له حماس ونشاط وقوة, وتارة يحصل فيه فتور, ولكن هذا الفتور إن أدى بك إلى الهبوط حتى قارفت المعاصي فهذا والله إلى هلكة, وإن هدى بك إلى فتور عن الطاعات من درجة عليا إلى أدنى منها حسب الضعف فإن هذا يخلف الله بخير وما تزال في عافية وما تزال في نجاح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, فاتقوا الله ما استطعتم. هذا نموذج من أسباب فشو الأمراض هو حصول الفساد في الأرض. ففي الصحيح, صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها, وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, يمرون فيأخذون الماء وينزلون, مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فهم في لسان حالهم يرون على أنهم يخرقون من أسفل السفينة حتى لا يتأذى الناس طالعين نازلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم هلكوا جميعا, وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيا عباد الله,
إن إنكار المنكرات وتعليم الجاهلين وتفقيه المسلمين أمر دينهم سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة، سبب سلامتهم من الفتن التي تهلكهم. قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة مرتب على حصول الفتنة، مرتب على حصول المخالفة. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والله سبحانه وتعالى ما أهلك تلك القرى إلا بها بالمعاصي والظلم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وحبيبه من خلقه عليه الصلاة والسلام على مر الدهور والأيام. أما بعد، عباد الله، لقد أكرمنا الله عز وجل بهذا النبي الكريم، فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نظر الله عز وجل إلى الأرض فمقتها عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب، حتى جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام فكشف الله به الغمة وبصر به الأمة إلا من هلك، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. إن الله لا يغير ما بالقوم من شر إلى خير، ولا من خير إلى شر إلا بتغيير من أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم سواء خير أو شر حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن كان في خير وغير إلى شر تغير حاله إلى شر وسلبت عنه النعمة، ومن كان في شر وغير إلى خير تغير حاله إلى خير وأقبلت عليه النعمة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرا كونيا علم ذلك منه، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله عز وجل هلاك أمة جعل مترفيها يعيثون الفساد وينتشر في أوساطهم، وينتشر ذلك في أوساط البلاد، فإذا تمكن ذلك الله غيور. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ولا يحقن الإنسان نفسه، لا يحفظ نفسه إلا بحفظ الله سبحانه وتعالى له وبتمكين الله سبحانه وتعالى له، وإلا فإنه عاجز عن كل صغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه بعوضة، يأكله البعوض وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. البعوض يأكل أكل أمة، البعوض سلطه الله على أمة والحشرات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سلط عليهم الجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فأهلك الله عز وجل أولئك بحشرات. وكان إذا أراد الإنسان أن يشرب شرابا أو يطعم طعاما انقلب دما عبيطا، ماذا يأكل؟ وسلط عليهم الضفادع فتقفز بين أطعمتهم وأمتعتهم، وسلط عليهم الجراد يأكل أبوابهم فيفتح أبوابهم ويأكل أمتعتهم ويشغلهم في أنفسهم ويأكل مزارعهم وثمارهم، وسلط عليهم القمل يأكلهم ويأكل أجسامهم، وسلط عليهم ما شاء من خلقه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيا عباد الله، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه. ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه حين فتحت قبرص، لما فتحت وحصل الأسرى وأطفال يبكون ونساء يسبون، اعتزل يبكي، فجاءه جبير بن مطعم جبير بن نفير، قال: ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، بينما هم أمة ظاهرة لهم الملك، لهم الملك، عصوا الله، انظر إلى ما صاروا، أي بسبب معصية الله انظر كيف صارت قبرص، وأن الله أذلهم بالمعصية. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما أصاب الناس مما أصابهم إلا بسبب الذنوب التي يحتاجون إلى تعجيل توبة وفيئة إلى الله سبحانه وتعالى. إسراء الفيئة سبب للرحمة. إلا قوم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. حصل أنهم عصوا نبيهم فغضب عليهم وخرج، وركب في تلك السفينة فأثقلت السفينة بهم، فاستهموا أن منهم من ينزل وينزل في البحر حتى لا يغرق جميع أدنى مفسدتين، فوقع السهم على ذي النون يونس عليه الصلاة والسلام، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا وعد الله، أنه كما نجى يونس ينجي جميع المؤمنين، سواء كانت من الأمراض أو الأسقام أو الفتن أو الزلازل أو القلاقل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه أنها حصلت زلزلة في زمنه، فجمع الناس قال: أيها الناس، لئن حصل أحدثتم والله، أي ما حصلت هذه الزلزلة إلا بإحداث ذنوب، لئن حصلت زلزلة بعدها لأخرجن من بين أظهركم، أو كما قال رحمه رضي الله عنه. والشاهد من ذلك أنهم كانوا يعرفون أن هذه لها أسباب، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. التوبة عباد الله، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في حين ينفع العبد توبته وتنفعه رجوعه وينفعه عمله الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وقال الله: كذلك نفعل بالمجرمين. قال الله: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال الله سبحانه وتعالى: نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هذا كله سببه الإجرام وسببه الفتن. فينبغي الإنسان أن يعرف ما سبب المرض حتى يضع عليه الدواء، فإن هذه الأمراض دواؤها التوبة والرجوع إلى الله سبحانه والتمسك بكتابه وسنة نبيه
وإقامة شرعه وأداء حقوقه وأداء واجتناب حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تخلى العبد عن عبادة الله أو عصى الله عز وجل أهانه الله بقدر بعده، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.